والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتابعها مع ميرنا إيهاب. شكراً لكم إيهاب ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أعلنت شركة شفرن الأمريكية عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وقدرت الشركة احتياطيات الحقل الواقع في منطقة النرجس البحرية بنحو يقدر ب 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. وكانت شركة شفرن قد وقعت 3 اتفاقيات العام الماضي للبحث عن الغاز الطبيعي في 3 مناطق بالبحر المتوسط تتضمن منطقة شمال سيدي براني ومنطقة نرجس البحرية ومنطقة شمال الضبع. عقد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعاً لمتابعة استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة ومستجدات المشروعات بالمناطق الصناعية وتكملهما معاً. وتطرق الاجتماع لمناقشة إنشاء شركة استثمارية تابعة للهيئة والتي ستمثل ذراعاً استثمارياً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمكنها من المشاركة بحصص في مختلف مشروعاتها خاصة مشروعات الوقود الأخضر. في سوق المال تفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية على نظرائه بالمنطقة ليغلق مرتفعا، بينما انخفضت الأسهم السعودية والقطرية بفعل ضعف القطاعين المالية والبتروكيماوية. وأنهت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات محلية. وصعد رأس المال السوقية بنحو يقدر ب 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.9 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14078 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات إعادة توازن من أجل إزالة نقاط الخلل في المنافسة التي نجمت عن الإعانات الأمريكية الهائلة لخطة المناخ الكبيرة لجو بايدن. وتنص الخطة على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، خصوصا في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجددة وحتى الهيدروجين. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى ريهام ودينا. شكرا لك مرنا.